انطلقت في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية فعاليات مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس تحت شعار دعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين الدور والواجب، وذلك بمشاركة علماء دين من عدة دول إسلامية من بينها الأردن الذي مثله وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داوود وقاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل. وقال هليل إن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على تعزيز ومناصرة القدس وأهلها في الثبات حفاظا على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأضاف هليل أن جلالة الملك يؤكد دوما على أن القضية الفلسطينية ودرتها القدس هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن استمرارها دون حل عادل يغذي التوتر والصراعات التي يدفع ثمنها الجميع في المنطقة والعالم. سوف يبقى الأردن ملكا وحكومة وشعبا العون والنصير والسند والظهير لأهلنا الصامدين المرابطين في فلسطين، وسيظل الرئة النقية لتقديم وإيصال الدعم والإغاثة المادية والمعنوية والطبية. هذا الاحتلال الذي يحاول مسح وطمس الطابع الحضاري والثقافي والروحي للمدينة المقدسة من خلال مواجهة شاملة مع الإنسان والحجر والشجر وأماكن العبادة والمواقع التاريخية والاعتداءات اليومية المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، وكذلك منع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة وغيرها من الأماكن الدينية. تلكم هي سياسة الاستلاب وإنكار الآخر.